دونك لي بارتي بوليتيك في الجزائر الداخل شكون مليح شكون مدرح شكون قاع مدرحين قاع مدرحين. لو سول بارتي اللي يفرض الاحترام ماشي من درك من وقت ما كانوا اسمو الباكس مالغري لي ستركتور تبدلوا مالغري دخلتوا الانتهازيه اكسترا 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 با سي نورمال في حياه اي حزب يعني تكون هناك دي او دي با. لو سول بارتي كي ميريت الاحترام سي لونسيان باكس درك ما على بالك واسمو لم بياس ولم دياس ولا شكرا تفتحي الراس سي لو سول الباقي بكل باقي بكل يفو لي يفو لا ديسولوشن تاعهم لا ديسولوشن تاعهم و بوندون 5 ans لي باترون تاعهم اون ريزيدونس سيرفي تحت الرقابه الاداريه و بيان سور تبعثوا لهم ثاني كفاش تحطهم تحت الرقابه الاداريه ساهله خلاص شاك بارتي ابعثوا له ان كونترول فيسكال تسديهم الحبس بكل. بون ماتنو ثاني سؤال بزاف يجي الحراك الحراك ما كانش وما راحش يكون بالك تكون مظاهرات بالك تكون جو سي با كو ما يهمنيش الحراك ما كانش وما راحش يكون. واش جاب الحراك؟ الحراك ما جاب والو ما دخل واحد الحبس اللي سميهم عصابه ابار القرودان تاعهم هذوك اي فو زالي فوار ليامات هذو شكون اللي الحكام واش صرا لي بيان اون بايتي سيزي ابار تاع زوج حبيبات ولا بور كيما نقولوا حنا بور اميوزي لا غاليري حراك ما جاب والو. قال لك الحراك اسقط بوتفليقه نحى صوره بوتفليقه بصح نظام بوتفليقه مازال للأسوأ 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 للأسف للأسوأ فوالا دونك ثاني الحراك مش تحكيو عليه والطباب لا تاع بلاص لا ريبوبليك اي كومباني دونك سي فو فولي لا بروباغاندا عندنا ثاني اون فورم دو بروباغاندا تاع لو ماك هادي الي اورينتي ديريكتومون اونيكمون فير لا كابيلي اي فير ليميغراسيون تاعنا هنايا originaire de la Kabylie. Elle dit qu'elle n'aura pas d'impact. Parce que l'esprit nationaliste, ce matin, dans l'émission Berk Anfi Web, l'un des premiers, c'est M. Lechani, Rabbi Rahmo, Kankbaye, la grande Kabylie. Donc, Mouhal, c'est le nationalisme ou le patriotisme et le combat que les Kabyles ont mené au sein de tous les Amazighs d'Algérie contre le colonialisme. C'est une تاع اللي سمعناها الغرب ما داروش ثورة سي نورمال باسكو عندهم المروك من هيه لكن الغرب إلى روسيا تصور مي عندكم من أعظم الشخصيات الوطنية حاجة اللي عبد القادر من ضواحي غليزان دونك واحد ما يفرقنا فوالا تاريخيا في الثورة في الهم في الحبوبة أوني أن بوبل أوني إي أوني أن بوبل أونيك. من بعد كي نلحقوا في مراحل الثورة شي اللي لقينا حنا بلي بتي روشاج تاعنا وزالي كومبوندر تحلو عينيك ما الحوايج بزاف. Donc le Hirak n'a pas eu de succès, il n'a rien à apporter. Il aurait pu apporter quelque chose. Quand on a stabilisé le 22 février, ou quand on a dit, il n'a pas le bout de Turquie, il n'a pas le bout de Qatar, il n'a pas le bout de Maroc, il n'a pas le bout de Denia, il n'a pas le bout de la CSI, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a fait la marchale intégralia, on a fait intégralia, on a fait intégralia, qui m'a dit, on a 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 dit, intégralia, ma chèvre, 80% de la CSI, عندي بون فريد vient nous envoyer un commentaire en tout cas Belmadi a su reconstruire le pont entre l'intérieur et l'extérieur et c'était un exemple à suivre maintenant le pouvoir l'a cassé et avait peur de cette reconstruction c'est ça se défend la testaque se défend Farid vraiment ça se défend mais quel est un autre facteur est-ce que tu imagines 2024 Belmadi se présente on aurait eu un succès par exemple ou rahna la coupe du monde وكي رحنا لا كوب دو موند لحقنا بار اكزومبل شي با نيا ديباسينا هذاك البريمي تور ولا ما على باليش واش يقولوا له وبالماضي من بعد يسبريزونت اون 2024 على بالك بلي يديها اولا ما ما يغلبوا حتى واحد ما يغلبوا حتى واحد ما يغلبوا حتى واحد سي لو سول اونترينور اللي عطاه التيتر تاع وزير السعاده ومن بعد هذا حتى المترشح السعاده ومن بعد رئيس السعاده اس ديفون تري بيان لا تيستاك Oui, ils vont le briser. Et là, quand tu vois Farid, fait un live, ce matin, Belmadi a donné une déclaration, fait un live, il dit, Monsieur Belmadi, tout là, faites attention. Bon.
Oui, l'Algérie, Zabana, c'est le premier guillotiné de la révolution, et le plus jeune, je crois. Ana, taqaqt, ala ahmiyat, hizb siyasi, عنده برنامج طوري وعنده برنامج انتقالي يعني تاع المرحلة الانتقالية سي جامي يوصل للمرحلة الانتقالية وعنده برنامج للانتخابات بعد المرحلة الانتقالية لبناء دولة عدالة وقانون. ماذا بيا نقول لك حاجة فتحي ونقولها للجزائريين، شوفوا يا جماعة كون ربي لأنه هو اللي يمد الحكم وحنا يمد الحكم، كون ربي يلحق راجل مع الفريق نتاعه ولاد بلاد تاع الصح وحابين صح نصرة الأمة هذه، والله العلي العظيم غير في عام خدمة يشيبوا ويكبروا بأربعين سنة، لأنه الجبهات اللي مفتوحة على الجزائر والجبهات اللي مفتوحة في العالم والتحديات نتاع العالم الجديد والتقسيم الجيوستراتيجي والجيوسياسي الجديد، والله يا جماعة كون تشوفوا شي سنة فينا تفجعوا On a perdu déjà les avantages qu'on a. On a perdu les avantages. On a perdu les avantages. Maintenant, il y a les conséquences. Les rachisraux, ils gèrent cette chokma. Ils ont mis à moi. وصراحة نقول لك إني ماشي نابل في المنطقة، ولكن بحكم أن الحكومة هذه لا علاقة، ولكن كما معدرت ينجزت إذا شفيت في اللايف اللي فات طرحت عليك واحد سؤال تاع بلينكين جادوا جاوبوا عليه بأكبر قوة، واش دار بلينكين في الجزائر، واش هو رد الفعل تاع الحكومة الجزائرية مع بلينكين. فهمت حاجة أنه ما نظر كما نوض عليك هي خايفة من الروس وظهر العالم بأسره شاف كيفاش لاكاين تاع بلينكين في الجزائر ما استقبلوا حتى واحد يعني عنده قرار سياسي. شوف فتحي طيشوه هكاك، هذه نحب يفهموها الناس السؤال اللي طرحته وانا على بالي واش صاري مي نحب الناس تفهم بلي بلينكين هذا كي جا كيما قلت انت جا يقيس الحرارة عندهم، دار لهم ترمومتر ويشوفوا الراو رايح الجزائر والراي رايحة مي ما داولو صحيح ما داولو سي كيك شوز دو بيان ديجا حاجه تسمى تحتسب لنا مع الروس. والاجابه تاع سون اتراك هي اكسترا اوردينير تري بيان هذه راهي تحتسب لنا مع الروس، يعني من ضمن الشيء يعني باش نفهموا الناس ثاني في حاجه ونضيف على كلامك ثاني تسمح لي، انه من ضمن الحوايج اللي كانت تكون بهم الجزائر يعني في الرياضه في الازمه هذه هي هذا الخطوه اللي دارتها مع بلينكين، هذه حاجه مليحه لينا احنا ما ضربنا الامريكان ما ضربنا الروس